ويتوصل الحديث في الفقرة الحوارية الثالثة اللي بشرفنا فيها نجم كبير في النادي الأهلي لسنوات طويلة ولاعب ومدرب خبير كبير في قطاع الناشئين لسنوات كبيرة برضو داخل النادي الأهلي. حاليا هو بيرأس إدارة المواهب في النادي في منصب جديد ووضعوا فيه مجلس إدارة النادي الأهلي عشان يستفيد من خبراته الكبيرة في اختيار نجوم المستقبل في النادي الأهلي. معانا النهاردة للحديث عن مباراة الأهلي والوداد اللي فاتت والمواجهة اللي جاية المهمة إن شاء الله الكابتن فتحي مبروك عشان يكلمنا أكتر عن هذه المباراة ونستفيد برضو من خبراته. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. وألف ألف مبروك. أهلا بيك يا كابتن هاني. ربنا يخليكم وأنا سعيد إني معاكم وببارك لجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني اللي واللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي بالفوز على الوداد في المغرب 2-0. لا ومنورنا يا كابتن ودايما كده نستفيد بخبراتك، أنت مدرب كبير جدا و ليك خبرات كبيره في الكره، حتى طبعا كاس العالم حضرته 90 طبعا وحتى على مستوى الافريقي. بس خلينا اسالك سؤال، وانت بتتفرج كنت متوقع يعني كان عندك توقع ان النتيجه كده وان النادي الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقه؟ توقعاتك انا يعني انا توقعاتي بصراحه كان عارف ان النادي الاهلي هيعمل مباراه كويسه جدا هناك، مع الرغم يمكن برضو الناس كلها كانت بتقول اللقاء صعب. صحيح. ولكن خلينا برضو بنتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني استئناف الدوري جه في صالح النادي الاهلي. استئناف الدوري جه في صالح النادي الاهلي، اولا الجاهزيه الفنيه والبدنيه في صالح النادي الاهلي في مباراه امبارح، يعني تحس ان لعيبه النادي الاهلي بدنيا احسن بكتير جدا من الوداد. الوداد تحس ان هو بعيدا عن كرة القدم مثلا بقى له 6-7 شهور ما لعبش ماتشات. الجاهزية الفنية، الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي والاداء الشق الدفاعي والشق الهجومي، تلاقي فعلا النادي الاهلي افضل بكثير من، فاستفادة النادي الاهلي من خلال مباراة الدوري انا شايفها ونادي الزمالك برضه شايفها ونادي الزمالك النهارده مبروك مبروك النادي الزمالك. القرار ده يعني جه بشكل إيجابي على الاهلي والزمالك إيجابي وكل الدوريات اللي قررت ان هي تعود مره اخرى بالرغم من الانتقادات اللي وجهت للجنه الخماسيه عشان الدوري والضغط المباريات، ولكن النادي الاهلي استفاد كبيره جدا والنادي الزمالك استفاد. يعني برضه النادي استفاد يا كابتن، وخلينا الناديين استفادوا. خلينا اكلم حضرتك كمان ان النادي الاهلي كمان حسمه لبطوله الدوري قبليها ب7 اسابيع، ده كان جزء مهم جدا، لان كمان وده اللي كنا بنقوله واللعيبه بتقوله والجهاز الفني كان بيسعى ليه، ان بتحسم الدوري بدري عشان يبقى عندك فتره تحضيريه بشكل كويس. الرجاء والوداد كان في صراع كبير جدا لحتى لغايه الاسبوع اللي فات، لحد من الاسبوع اللي فات يمكن فيز برضه يمكن فعلا سجل هدف يمكن في الدقيقه الاخيره وفعلا الرجاء خد بيها البطوله. والفرق مش كبير، نقطه واحده، كان نقطه واحده يعني لو الماتش طلع تعادل كان الوداد خد البطوله. صحيح. ولكن الشك فيه حاجات مهمه كابتن هاني اتكلم فيها يمكن برضه عشان الناس تبقى عارفه وجماهير الاهلي تبقى عارفه، ان النادي الاهلي رايح، يعني انا مع احترامي لفرقه الوداد، فرقه الوداد قلقه جدا من النادي الاهلي، قلقه جدا من النادي الاهلي، بدليل لما تيجي تبص كده على معطيات برضه هتلاقي المدير الفني واقف تحس ان هو مش مركز. جاموندي مش مركز، اللعيبه نفسها تحس ان هي في حاله بدنيه وفنيه بعيدا جدا عن فرقه الوداد اللي كنا نعرفها. فالنادي الاهلي استحق الفوز، النادي الاهلي جاهزيته زي ما قلت لك الفنيه والبدنيه وروح اللعيبه، يعني روح اللعيبه ماشيه من هنا احراز بطوله احراز مكسب، ودي حاجات مهمه جدا. يعني كل ما تتخيله من مقومات كره القدم النادي الاهلي عملها في لقاء الوداد، عشان كده النادي الاهلي كان يستحق الفوز بعدد كبير كمان من الاهداف. يعني حسين الشحات ضيع، جه ضيع فرص كثيره ضاعت من النادي الاهلي، كان ممكن الاهلي يطلع 4-0 5-0 بالكثير قوي. ولكن اداء النادي الاهلي كان فيه ميزه كويسه جدا ما شفناش قبل كده، كان فيه ثقه في الاداء. ثقة في الأداء، مين اللي اداله الثقة في الأداء؟ فرقة الوداد، لأن فرقة الوداد زي ما قلت لك بعيدا فنيا وبدنيا تحس اللعيبة بقى لها فترة كبيرة جدا ما اتمرنتش ما لعبتش ماتشات رسمية، مع إنه لعب قبليها بأسبوع ماتش رسمي ماتش نهائي بس كمان. تحس إن هم مش فت، يعني بدليل حتى عملية التشتيت في الدفاع وعملية الثغرات اللي كانت في وسط الملعب ودفاعهم، يعني عملية الجول الأولاني يحيى جبران ده النهارده مسك الكرة ولسه بيفكر، قفشة ضغط عليه خد جول في الدقيقة 3. فكل هذه الأمور الفنية كانت في صالح النادي الأهلي من أداء ومن أسلوب لعب ومن تكتيك ومن حتى الأداء المهاري للعيبة
اداء النادي الاهلي كان افضل بكتير، يعني يستحق الفوز ويستحق الفوز بنتيجه اكتر من كده. كابتن فتحي، المزايا تعددت والمكاسب يمكن عمالين بنتكلم فيها بعد فوز الاهلي امبارح، مش عايزين نتكلم فيها تاني، بس ايه اللي الاهلي ممكن يستفيد منه من المكاسب دي، يستفيد منها في المباراه اللي جايه ان شاء الله؟ هي بص يمكن النادي الاهلي استفاد حتى في مباراه الدوري، عشان برضو نتكلم واقعيا. إيه؟ النادي الاهلي استفاد في مباراه الدوري. نعم. استفاد النهارده، عملية الروتيشن بين اللعيبه دي برضو النهارده، جاهزيه اللعيبه كلها، بيبقى عندي اللعيبه كلها جاهزه فنيا وبدنيا، بتديني النهارده رؤيه ان انا لاختيار تشكيل، اختيار تشكيل. فكل هذه الامور بتساعد ان احنا المباراه القادمه مستر موسيماني عنده عدد كبير من اللعيبه يقدر يشتغل معاهم، يقدر يحط دكه قويه جدا زي ما بيحصل، وتستفاد منها في الشوط الثاني. فكل هذه الجاهزيه بترجع فعلا لاداء النادي الاهلي خلال بطوله الدوري، وبياخد البطوله قبلها باسابيع، فجاهزيه اللعيبه ودائما عمليه الروتيشن بين اللعيبه وكل هذه الامور بيؤدي ان النادي الاهلي فنيا وبدنيا احسن بكتير. طبعا حضرتك مدرب كبير يا كابتن، ولما نيجي حضرتك ناخد راي حضرتك في مدرب زي موسيماني اكيد هيكون في مصداقيه في الكلام. افضل ما شفته في موسيماني خلال المباراه، يعني ايه افضل حاجه قلت لا احنا فعلا يعني عندنا مدرب كويس، ايه اللقطات اللي جذبت نظرك او المواقف اللي مر بيها النادي الاهلي ومر بيها موسيماني خلال المباراه قدرت منها تقيم موسيماني اداؤه؟ بص انا يعني في حاجات استشفها كده من خلال يمكن رؤيتي برضو الفنيه، دائما اذا كانت هناك العلاقه بين المدير الفني واللعيبه علاقه كويسه وتلاقي في ود، فاللعيب بيبذل اقصى جهد. ده حقيقي. الحاجه الثانيه يمكن شفتها مستر موسيماني برضو ان هو في هدوء، يعني مش من النوع العصبي. لا هو مبتسم، مش من النوع العصبي، لا يعني النهارده بيدير، مفيش عصبيه، مفيش مش عارف ايه يخبط حاجه، مفيش، لا العمليه دي برضو بتؤدي ان اللعيبه بتبقى في ارتياحيه داخل الملعب، غير من النهارده مدرب يبقى عصبي مش عارف ايه وشد ويجري ويضغط، اصلا هي مباراه عصبيه ده. فالهدوء في حد ذاته بيدي ثقه للعيبه داخل الملعب، اللعيبه بتلعب بارتياحيه. لعيبه الاهلي امبارح يعني ما شاء الله بيلعبوا بارتياحيه غريبه. عشان هو هادي يا كابتن فتحي؟ عشان هو هادي ولا علشان التعامل النفسي اللي اجاده مع اللعيبه فده اثر بشكل ايجابي في اللعب بتاع امبارح بالارض؟ ما هو بصي التعامل النفسي ده مهم جدا لاي مدير فني، حتى قبل المباراه في التعامل النفسي مع اللعيبه ومع التشكيل ومع النهارده مثلا هيجي يلعب الكابتن هاني، تعالى يا كابتن ده انت بكره هتشترك في المباراه، فتعامل نفسي بيفرق جدا مع اللعيبه، يعني بيفرق جدا مع اللعيبه. هو برده من خلال الوحده التدريبيه بيبان رؤيه التشكيل، بيبان رؤيه التشكيل في كلها امور، حتى تحسي ان في ارتياحيه للعيبه الاحتياط اللي قاعده على الدكه، في ارتياحيه، يعني في ارتياحيه النهارده، بينزل اي لعيب بيبذل اقصى جهد عشان يثبت ذاته وكيانه داخل منظومه النادي الاهلي. فدي بتؤدي الى دائما المدير الفني بيبقى فيه نجاح، ان هو بيحاول بقدر الامكان كل اللعيبه تبقى فيه ثقه في المدير الفني. طب الجزء التكتيكي والفني اللي بدا بيه المباراه كابتن فتحي 4-2-3-1، طبيعي جدا ان هو يعني كان في بعض المدربين او بعض الخبراء بيقول لك احنا بنلعب بره ارضنا، ممكن ليه لا يلعب ب 4-3-3 او يزود وسط الملعب شويه بحمدي فتحي، يبقى حمدي والسوليه وديانج موجودين، ويبقى في عندنا مثلا حسين الشحات ثلاثه. رؤيتك الفنيه في التشكيل دوت او في طريقه اللعب ديت كانت حضرتك متوقعها؟ يعني كنت متوقع هيلعب بثلاثه ولا باثنين؟ ولو كنت في مكانه كنت بدات ازاي؟ لا انا يمكن حتى سئلت برضه بغض النظر عن النتيجه، سئلت يعني في احد القنوات الفضائيه، يعني ننسى النتيجه، قالوا لي لو انت مدير فني، قالوا لي لو انت مدير فني هتعمل، قلت لهم انا هلعب الاسلوب العادي بتاعي والتكتيك العادي 4-2-3-1 وهبتدي اضغط فرقه الوداد من قدام. قالوا لي يعني مش هترجع على، قلت لهم لا لازم اضغط، احس ان انا النهارده ادي ثقه لعيبتي في الشق الهجومي، احس النهارده ان انا بربك حسابات الوداد، ما لازم النهارده احس يعني الجول اللي جه في الدقيقه 3 جه ليه؟ ضغط النهارده مروان محسن وقفشه الاثنين ضغط على الاستوبارات. مظبوط. يحيى جبران النهارده تعطل في الكوره، اما قفشه لو بعيد مش هيعرف، خلاص ضغط عليه خد الكوره جول في الدقيقه 3. فالدقيقه 3 ادت ارتياحيه للعيبه، ادت ثقه للعيبه، لعيبه النادي الاهلي امبارح تحس ان هو بيلعبوا في مصر، مفيش خوف، مفيش رهبه، في ثقه في الاداء، مفيش اهتزاز، يعني مفيش تشتيت، لا بننقل الكوره وفي ثقه وفي استحواذ. كل هذه الامور زي ما قلت لك امور كلها بتبقى ترجع ان اللعيبه في جاهزيه، والجاهزيه الفنيه والبدنيه بتدي حاجه كويس، ولكن التكتيك لا هو اسلوب مناسب لهذه المباراه. يعني هذه المباراه لان انت لو حطيت نفسك ان انت
هتلعب بثلاثة وسط ملعب هتحط نفسك تحت ضغط، هتدي يعني تحت ضغط وفرقه الوداد ممكن فرقه الوداد يعني حتى امبارح لو تلاحظ كل كوارهم طويله يعني كل كوارهم طويله، راس الحربه باكاي ده، وانا شايف ان مؤهلاته النهارده كمحطه وان يطلع فرقته لا ضعيف يعني ضعيف، عشان كده كل الكور اللي حتى بتتلعب طويله كان من نصيب ياسر او ايمن اشرف عمليه كلها كانت سهله بالنسبه لي. مش شايف انه ممكن يكون في تغيير في التشكيله خاصه مع عوده العناصر الجديده؟ محمود كهربا دلوقتي دخل، يعني ممكن في المباراه اللي جايه موسيماني يعتمد عليهم بشكل كبير ولا يثبت التشكيله دي؟ وهو بينه وبينك انا في رايي التشكيله دي انا شايفها تشكيله كويسه، يعني برضو خلينا نتكلم بواقعيه، مروان محسن بيتحرك كتير ومحطه، وامبارح برضو يمكن شاط شوطين كويسين جدا على الجول. حسين الشحات الجنب اليمين بيؤدي دور النهارده، الجنب ده دايما يؤدي دور دفاع وهجوم، الكابتن هاني عارف ان انا دايما بيبقى في ارتباط بين الاثنين، ظهير ايمن والراجل اللي بيلعب في الجنب اليمين قدامه، الناحيه الثانيه كان اجاي برده وعلي معلول في تفاهم كبير، واجاي بينزل درجه انه بينزل دلوقتي 6 يارده بيدافع، وده بيساعد علي معلول انه يتحرك لو اجاي حتى دخل كراس حربه ثاني بيدي مساحه لعلي معلول انه يشتغل بارتياحيه. فالحته دي فنيا انا شايف الامور قفشه، طبعا بيلاعب الفرقه وقفشه كويس جدا في حته تنظيم اللعب وتغيير اللعب، عنده رؤيه كويسه جدا، فانا شايف التشكيل ده مناسب جدا برضو حتى في المباراه القادمه. يعني مين النهارده طيب اجاي النهارده كويس ولا مش كويس؟ كويس حسين الشحات، كويس مروان محسن، كويس، بس في علامات برضو، يعني خلينا نتكلم بكل امانه، حسين الشحات من اللعيبه الكويسه مميزه، لكن بيتاخد عليه برضو يا كابتن فتحي، واحنا بنتكلم لمصلحه حسين، وحسين يعني عارف بنتكلم دايما للنقد اللي هو عايزين يبقى نقد البناء بالظبط. عنده يعني بيحط نفسه في مواقف كويسه، لكن اللمسه الاخيره ما بتبقاش مظبوطه. هي الفرصه امبارح وكان زيها برضو، كان في فرصه اعتقد ماتش بيراميدز، فاحنا عايزين لعيب مميز جدا لكن الفينش لازم يكون افضل، احنا بنتكلم كده للصالح، والاسيست بتاعه كمان يكون افضل شويه، لكن هو مجهوده رائع يعني، هو لا بص هو مجهود يعني هو مجهوده كويس برضو زي ما قلت لك، بيشتغل مع محمد هاني في الجنب اليمين كويس جدا، ولكن يمكن الحته الاخيره دي عايزه تدريب برضو، خلي بالك حاجات الانديفيدوال دي لازم تخصصي طبعا، لازم يشتغل على الجول كتير، ولازم انفرادات، ولازم هذه الامور هتحسن من الحاجات دي، يعني مش هيبقى فيه رهبه، مش هيبقى فيه خوف النهارده، يبقى عنده نظريه النهارده سريعه جدا، النهارده انفراد شايف الجول قافله في الوسط ولا قافله زاويه النهارده. فاكر يا كابتن لما كنت بتاخدني بالنص ساعه علشان الكرات الطويله قبل كاس العالم ده، احنا عارفين كنا هنلاعب ما شاء الله، وكان الكابتن وهشامي ياخدني كده ويجيب الحواجز الطويله قوي ديت ويلعب لي كور طويله عشان نبدا، هو ده اللي بيتكلم عليه كابتن فتحي، ان الحاجات الانديفيدوال دي تخصصي تخصص طبعا بتفرق جدا محتاجه طبعا حسين انا اعتقد ان هو لعيب ممتاز، لكن ينقصه الحته الفينشنج، وانه لو كان جاب جون او لو كان جاب جون ما كانش حد قال لكن يعني بينه وماك ما كانش حد اتكلم طبعا لان الكوره كانت سهله وكان انفراد وكان ممكن يزود السكور بتاع النادي الاهلي، بس ان شاء الله يعني ربنا يوفقه يعني يزود الحته اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت، وان شاء الله ودي بص هو لازم يبقى عنده الرغبه، اللعيب نفسه عنده الرغبه، يعني انا بعد ما اخلص تمريني تعالى اشتغل مع اي حد النهارده، حاجات كلها كانت ودي هتزود مقدرته النهارده في نسبه التهديف، حتى لو النهارده عمل اختراق الحاجات دي كلها وانفراد لازم يسجل. طيب خلينا نروح نشوف مع حضرتك وجمهور النادي الاهلي تقرير عن استعداد الاهلي في مباراه ان شاء الله العوده، ان شاء الله نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. مشرفنا النجم الكبير كابتن فتحي، مبروك. وضع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزا هاما على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما أمس باستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الحسم سيكون في استاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين الفريقين. فقد ألحق الأهلي بفريق الوداد الخسارة الأولى له أمس في ملعبه خلال دوري أبطال إفريقيا منذ 2016، حيث خاض الوداد 22 مباراة على ملعبه في البطولة لم يخسر فيها، كما كانت آخر خسارة للوداد على أرضه في ملعبه أمام الأهلي أيضا.
وكانت ثنائية الأهلي في الوداد على استاد محمد الخامس بالمغرب عملية ثأر مشترك حققها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي. فقد ثأر موسيماني للأهلي الذي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 بعد الهزيمة من الوداد بهدف نظيف في ملعب محمد الخامس، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوج الوداد باللقب ويخطف حلم الأميرة السمراء التاسعة من أحضان الشياطين الحمر. كما ثأر موسيماني لفريقه السابق سان داونز الجنوب إفريقي حيث تم إقصاؤه من الأدوار التمهيدية بدور الأبطال على يد الوداد المغربي عامي 2017 و2019، ليعوض موسيماني بكتيبة الأهلي ما تركه فريق الوداد من أثار سلبية في تاريخ فريقه الحالي والسابق. ويعد فريق الوداد البيضاوي من أكثر الفرق المغربية التي واجهت النادي الأهلي في العديد من المواجهات بدور الأبطال الإفريقي، حيث خاض الفريقان فيما بينهما 9 مواجهات، حقق الأهلي الفوز في 3 مواجهات منها والوداد في مواجهتين فقط، بينما تعادلا في 4 مرات. وكانت أولى مواجهات الفريقين في دور مجموعات بطولة دور أبطال إفريقيا عام 2011، حيث التقى الفريقان في الجولة الأولى بالقاهرة وانتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي 3-3، وسجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك دا سيلفا. ثم التقى الفريقان في الجولة الخامسة في المغرب وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وسجل وقتها للأهلي لاعبه محمد ناجي جدو. بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في عام 2016 بدور المجموعات أيضا بدور أبطال إفريقيا، حيث انتهى اللقاء الأول بالجولة الثالثة في برج العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي لقاء العودة بالمغرب نجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد لمدافعه رامي ربيعة. كما تغلب فريق الكرة بالنادي الأهلي على الوداد 2-0 باستاد برج العرب في الجولة الثالثة بهدفي مؤمن زكريا وجونيور أجايي، قبل أن يتمكن الوداد من تحقيق الفوز في المغرب 2-0 في مبارتي المواجهة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دور الأبطال الإفريقي عام 2017. وكانت المواجهة الرابعة بين الفريقين في المباراة النهائية بدور أبطال إفريقيا عام 2017، حيث انتهى لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالتعادل 1-1، وسجل وقتها للأهلي مؤمن زكريا، فيما تمكن الوداد البيضاوي من الفوز 1-0 في المغرب وتوج بلقب البطولة. وفي المواجهة الخامسة بالدور قبل النهائي بدور أبطال إفريقيا فاز الأهلي على الوداد بثنائية نظيفة يوم أمس عن طريق محمد مجدي أفشا وعلي معلول باستاد محمد الخامس بالمغرب في لقاء الذهاب. وفي انتظار نتيجة الحسم في مباراة العودة باستاد القاهرة الجمعة المقبل، على أمل أن يصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية للظفر بكأس الأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه. بعد ما رجعنا مع حضراتكم وبعد تقرير مفصل عن تاريخ المواجهات بين الفرقتين، طبعا هنرجع للكابتن الكبير الكابتن فتحي مبروك. كابتن، كنت بتكلم مع حضرتك في موضوع الجماهير وكان تأثير الجماهير على ردة فعل الوداد. لو كان في جماهير كان هتبقى ردة فعل اعتقد هتبقى مختلفة، وحضرتك عندك خبرات كتيرة جدا، ويمكن لعبت الأفريق التونسي ولعبت الرجاء كمان، لعبت الأفريق والرجاء ولعبت نجم الساحلي والترجي برضو، كل ده في تونس لعبته طبعا تحت ضغط جماهير. ضغط الجماهير برضو بيفرق قوي، ان يعني يبقى في جماهير في الملعب اولا بتدي دايما ايحاء للعيبه ان انتوا النهارده متشافين، ان انتوا النهارده مطالبين بالفوز، فبتحط اللعيبه دايما مش تحت ضغط بقى، لا تحط اللعيبه دايما في روح، بتبقى في روح. يعني حتى اداء الوداد امبارح، اداء الوداد النهارده مغلوب، يعني مغلوب 2-0 بعد حوالي 40 دقيقه، مغلوب 2-0 ولكن اداء تحس ان مفيش حد بيشجع، تحس روح الفرقه مفيش. يمكن اثناء المواجهات التاريخيه بين الاهلي والوداد حضرتك كنت اثناء التقرير بتقول انا اول مره اشوف فرق المغرب كده، سواء الوداد او الرجاء، لان حضرتك تابعت النهارده جزء من مباراه، شفت ماتش الرجاء والزمالك. ايه من نقاط القوه في فريق الوداد اللي اختفى قدام النادي الاهلي امبارح؟ انا يمكن غير انا يمكن في واحد هو ده محور اداء فعلا اداء الوداد، اسماعيل
اسماعيل حدد. اسماعيل حدد اللي بيلعب في الجنب الشمال امبارح، حتى تحسي ان هو الفرقه كلها بعيدا، الفرقه كلها ما تحسيش ان هي في هرموني كده مع بعض، في تكتيك مناسب، في بيلعبوا باسلوب، لا تحس الفرقه بتلعب، عارف اللي بيلعب بارتياحيه وخلاص، مجرد ان النهارده بينقل كوره، ولكن لا روح موجوده ولا اسلوب لعب موجود، ولا حتى تكتيكيا تحس ان الفرقه فعلا بتلعب بتكتيك. عشان كده بقول لك يمكن من اوحش المرات يا كابتن هاني ان اشوف فرقه الوداد المغربي بهذه الصوره. هل دوافع الجماهير عشان الجماهير مش موجوده؟ مش لا ما اعتقدش دفع الجمهور يعني، بس عارف هو اللي يعني مش عارف برضو، يمكن برضو التوقف اللي حصل عندهم بفيروس كورونا والكلام الامور كان مستمرين يا كابتن. انا في اعتقادي الشخصي الاستعدادات برضو ما كانتش على الصوره زي مثلا الدوري المصري. دوري مصر كل 3 ايام الفرقه بتلعب، في جاهزيه. لا الوداد امبارح انا مش حاسس انه في جاهزيه نهائي يعني كل كوره، حتى كوره طويله راس حربه، زي ما قلت لك مش محطه النهارده يعتمد عليها الوداد النهارده في نقل الهجمه وفي السيطره. لا النادي الاهلي، في فرص كتير جدا، تلاقيه مثلا رايح 6 لعيبه ضد 4 الشوط الثاني، 6 لعيبه ضد 4، فهي بتبقى جاهزيه بدنيه وجاهزيه فنيه واسلوب لعب وثقه لعيبه في الاداء، وفي جرأه حتى باللعيبه الاهلي، مفيش خوف يعني. طب والرجاء والرجاء لا بصي الرجاء بطل الدوري، بطل الدوري كنا متوقعين ان هو يؤدي بشكل يعني افضل من من الاداء اللي كان عليه اليوم، فليه برضو بان بالشكل ده النهارده؟ اداء غير متوقع الحقيقه. انا عجبني بصراحه يعني انا بتكلم بشفافيه بصراحه، انا عجبني في الاهلي والزمالك لعيبه الاهلي والزمالك والجهاز الفني مفيش خوف، يعني مفيش خوف حتى لما بيلعبوا المباراتين، ماتش الوداد امبارح وماتش الرجاء النهارده مع الزمالك، مفيش خوف، ما تحسش اللعيبه متوتره، ما تبقاش قلقه، لا بيلعبوا بارتياحيه. يعني دليل الاهلي امبارح لعب بارتياحيه زي ما قلت لك، زي ما يكون بيلعب في استاد القاهره بالظبط، عمليه استحواذ، عمليه نقل الهجمه، عمليه الدفاعين كويس، هجومين كويس، كل هذه الامور، زي ما قلت لك ان دايما الجزء البدني بيساعد، الجزء الفني بيساعد. فرقه الوداد امبارح تحس ان بره اللعبه، النهارده الرجاء يمكن ممكن تكون ايجابياته اكتر من الوداد، انه بيمسك كوره وبينقل برضه وبيوصل لمرمى الزمالك، ولكن برضه تحس ان اداء الزمالك فيه ثقه، يعني فيه ثقه، مفيش ضغط جماهيري زي ما الكابتن هاني، مفيش الضغط الجماهيري، مفيش كل هذه الامور. بس انا ليه وجهه نظر كمان ان من العوامل اللي ادت ان الوداد بهذا المنظر اعتقد الهدف المبكر، وكمان اداء النادي الاهلي. ما خلي بالك احنا كنا برضه ساعات في وقت من الاوقات ان احنا بنحرز هدف بره ارضنا، وتلاقي الفرقه راح راجعه ومستنيه الفريق الثاني والدافع. النادي الاهلي بعد اضافه الهدف لا كان في امتلاك استحواذ للكوره بشكل كبير جدا، كبير طبعا، وخلق فرص، وده كمان ادى كمان انطباع للاعيب الوداد ان النهارده لا انتوا مش يومكم، وبالتالي كان برضو اثر دوت على الجزء المعنوي والجزء الفني للفريق الوداد. ما فيش شك ان كمان النادي الاهلي كان ليه دور انه كمان يحبط اداء الوداد بشكل كبير. احنا انت عارف يا كابتن فتحي لو كنا بنروح نلعب في المغرب ولو احنا جبنا جول بنبتدي نرجع ونخاف، ولكن النادي الاهلي كان ليه دور كبير جدا انه كمان انه يخلي صوره الوداد بهذا الشكل. يعني هو بص انا زي ما قلت لك كابتن هاني، يمكن انا مؤمن بحاجه، انا اتفرجت على الماتش كويس جدا وتحليل فني كويس، ان فرقه الرجاء زي ما قلت فرقه سوري الوداد امبارح، الوداد بعيدا عن المستوى، انا زي ما قلت لك يعني مع احترامي طبعا للمدير الفني تمام، مفيش اي اسلوب لعب، مفيش تكتيك معين، مفيش النهارده حاجه النهارده تحس ان هي ملحوظه داخل الملعب، لا زي ما قلت لك اللعيبه بتلعب، كل واحد بيلعب حسب هواه، كل واحد النهارده الحاجات الانديفيدوال النهارده المهاره بتاعته بيستغلها هو فعليا لا يدير يعني كل هذه الامور يعني تحس وسط الملعب وداد فاضي، الاستمرارات في منتهى البطء، يعني الاستمرارات في منتهى البطء، بدليل النادي الاهلي الشوط الثاني، راح لو استثمر الفرص دي كان ممكن يكسب 4-5. ده حقيقي كان يكسب 4-5. النهارده الزمالك في فترات النهارده عمل بقى اللي انت بتقول عليه، ابتدى يتراجع، ادى فرصه لفرقه الرجاء ان هي تستحوذ، وفرقه الرجاء يعني في 5 دقائق يا كابتن هي حوالي 4-5 كره عن الزمالك، 4-5 كره في 5 دقائق في الشوط الثاني. فالنادي الاهلي ما عملش كده، النادي الاهلي برضه ابتدى يضغط من قدام، ابتدى النادي الاهلي وفرص وينقل من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسرعه، بدليل ان انت لو جبت لقطات من المباراه تلاقي النهارده اول ما تتقطع تلاقي في سبرنتات طالعه من الجناب، محمد هاني وعلي معلول وحسين الشحات كله بيطلع النهارده سريعا جدا. النهارده غير كده بقى، يعني النهارده غير كده، الزمالك اما ابتدى يتراجع شويه ادى فرصه
للرجاء ان هو يستحوذ ويوصل لمحمد ابو جبل. ياسر ابراهيم وايمن اشرف ظهروا بشكل لائق جدا، شفتهم ازاي امبارح في المباراه؟ هو طبعا بصي دائما اذا كانت زي ما قلت لك الجانب الهجومي، الجانب الهجومي لفرقه الوداد النهارده مش، والوداد وصل امتى للجول؟ عارف وصل امتى؟ ضربه الجزاء. ضربه الجزاء يعني دي الحاجه الوحيده، وما كانتش ضربه جزاء ولا فيها شك من 1% ان دي ضربه جزاء. ما وصلوش لمرمى النادي الاهلي، ما وصلوش لمرمى النادي الاهلي. فدائما الاستمرارات اما بتلاقي حتى راس حربه ممكن يكون عنده ميزه السرعه ولكن مش لعيب كوره. يعني ميزه السرعه النهارده انا لو استمرارات والنهارده مدير فني هقول للكابتن هاني خلي بالك راس الحربه سريع، خد لك خطوتين ثلاثه ورا عشان لو اتلعبت طويله تقدر انت تسبق. فكل هذه الامور انا شايف ان ياسر عملها وايمن اشرف عملها، عملوها كويس جدا. لازم قلت لك راس الحربه باكاي ده مش لعيب النهارده يقلقك، ما عندوش النهارده الحته المهاريه ان يستلم ويلف لا ما عندوش دي، هو عنده طول. ولكن زي ما قلت لك ايمن وياسر كانوا الاثنين مميزين بدليل ان ما فيش اي هجمات فيها خطوره على مرمى النادي الاهلي. وده طبيعي كابتن كمان بينقلنا لادوار وسط الملعب، لان دايما حضرتك عارف وحضرتك مدرب كبير ان كمان اللي بيخفف الضغط على السردباكين هو الضغط الامامي شويه، وعمرو السوليه مع ديانج وفي الشوط الثاني عمرو السوليه مع حمدي فتحي قاموا بدور الاستحواذ على الكره الثانيه، بمعنى ان لو هم لو الكره الطويله بتطلع اولا بيبقى عندنا بترد لحد من وسط ملعبنا بالظبط، يبقى الريباوند دوت موجود في وسط الملعب. فاداء ايمن اشرف على مستوى حتى على مستوى التغطيه العكسيه على مستوى كان اداء رائع، وده ساعده ان لما بيطلع الكره بتنزل الواحد من وبعدين يا كابتن هاني في نقطه مهمه جدا، يعني في وقت حتى لو رجعت لشريط المباراه تعالى بص هل فرقه الوداد ضغطت النادي الاهلي من قدام؟ مش قادرين يضغطوا. لا هل زي ما قلت لك النهارده حط النهارده المدير الفني النهارده حط الراجل فريكو ده مع حد تاني يضغطوا على الاستمرارين على ايمن اشرف؟ ما عملش ده، كان بيتراجع لقدام الدايره، فادى ارتياحيه النهارده ان ياسر ابراهيم وايمن اشرف يبنوا هجمه ويلعبوا بارتياحيه لعلي معلول لمحمد هاني الاستحواذ بقى عمليه الاستحواذ اللي بقول لك عليها دي مع عمرو السوليه. ديانج طبعا كان النهارده كان امبارح عنده شق هجومي كمان كويس، يعني عمرو السوليه مستني داخل ديانج. رؤيتك في تغييره يا كابتن ايه؟ رؤيتك في تغيير ديانج كان قرار صحيح من هو لا هو برضه ممكن يكون بوصلها بفكر ممكن هيحتاج حمدي فتحي، لان هو لعب حمدي فتحي الماتشات الاخيره ايه؟ كان بيلعب ستوبر. فممكن يكون وارد قوي في فكره ان اذا الوداد هيبتدي يضغط ويلعب كور طويله ويحط راسين حربه وي هيقدر يستغل حمدي فتحي كاستوبر ثالث، مفيش مشكله كاستوبر ثالث يدعم حته الدفاع برده. ما كانش خايف من الانذار الثاني مثلا لما خرج ديانج على اساس عشان الانذار الثاني ممكن خايف. انا بقول لك دي ممكن وجهه نظر زي ما قلت لك خوف ان ديانج ياخد انذار ثاني يطرد، ممكن يكون وارد ان حمدي فتحي مميز في حته زي كده يستغله كاستور ثالث، يقدر يستغله في الحته الدفاعيه اذا كان هناك هجوم شرس لفرقه الوداد. ضم صالح جمعه للفريق مره تانية بعد استبعاده لفتره طويله في يعني تحت قياده فايلر، بتشوف النهارده عودته ازاي؟ بصي صالح لازم يستفاد من اي موقف داخل النادي الاهلي، لازم يستفاد من اي موقف داخل النادي الاهلي. اذا كان استبعد لازم يفكر، يقعد يفكر استبعد ليه. يعني يعيش، لازم يعيش ايه كره القدم النهارده. اللعيب لازم يتجاوب النهارده، يتجاوب مع المدرب مع المدير الفني، لازم يتجاوب مع الجماهير، لازم يتجاوب مع كل شيء. انت النهارده داخل النادي الاهلي، داخل النادي الاهلي ده يعني النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا لاي لعيب، واي لعيب يمكن الكابتن هاني يعرف اي لعيب في مصر يتمنى انه يروح النادي الاهلي. منظومه كده رائعه. فصالح النهارده اذا كان بره 18 لازم يقول ليه ويستفاد ويحاول بقدر الامكان يصلح. هو دلوقتي الحمد لله برضه يمكن صالح الفتره اللي فاتت دي ابتدى يتمرن كويس، ابتدت فيه ثقه موسيماني طبعا فيه، ودي بتدي ارتياح بقى للعيب ان هو يشتغل ويبتدي يخش في التشكيله، يبتدي ياخد 10 دقائق، يبتدي ربع ساعه. وهو في مباراه الدوري خد برضه توقيتات كده، خد حوالي ربع ساعه في الماتشات، ربع ساعه في تلت ساعه، وان شاء الله الفتره اللي جايه، لان صالح من اللعيبه الكويسه، يعني من اللعيبه الكويسه برضه اللي عنده رؤيه كويسه، بيقدر يسدد، بيقدر برضه عنده اختراقات كويسه، الحاجات الفنيه عنده لا حاجات كويسه ما نقدرش، ولكن هو برضه لسه ما استفادش منها.
ما استفادش لانه ما استفادش لانه بقى له فتره كبيره فتره كبيره بعيده، ولكن هو لما يبتدي يدخل في ماتشات هتلاقيه عالي ان شاء الله. ومن خلال اعتقد بالنسبه لصالح من خلال يمكن الاسبوعين اللي فاتوا ان يمكن بدا يشاركه، وكان في بعض التدريبات الخاصه لصالح جمعه، وكان في محادثه خاصه ما بين موسيماني وصالح جمعه في الامور الفنيه وازاي يوصلوا الفورمه، فدي اكيد هتدي ثقه للاعب نفسه، وكمان الدفع بيه في خلال مباريات ان شاء الله ممكن يكون المباريات اللي جايه ممكن يكون صالح ليه دور، لكن زي ما انت بتقول يا كابتن فتحي هو كمان عليه دور الاكبر. طبعا يعني الدور الاكبر اذا كان فيه اهتمام من المدير الفني النهارده، بيتعامل النهارده كوحده تدريبيه خاصه لصالح جمعه النهارده عشان يرفع مستواه البدني والفني، دي حاجه ايجابيه. فالحاجه الايجابيه لازم استفاد منها كلاعب، ده انا لازم بقى يعني ما يجي هتمرن نص ساعه، لا ده انا اتمرن ساعه، وانا اللي اطلب من المدير الفني ان يحدد لي حد النهارده يشتغل معاه، سواء بقى النهارده عايز يشتغل قوه في الجيم، عايز يشتغل سرعات، عايز يشتغل حاجات على الجول، كل هذه الامور لازم اللعيب يستفاد، لازم اللعيب عشان تدي حتى ايحاء للمدير الفني ان انت عايز ان انت جاد ان انت عايز تفرق قوي ان في واحد خلاص مجرد الوحده التدريبيه بيخلص بيلبس بيروح، وفي واحد تاني عايز النهارده يقول للمدير الفني ان اهو انا عايز زياده، انا عايز اقف على رجلي، انا عايز اتمرن، انا عايز اشترك في المباراه، فده بيدي ايحاء كويس للمدير الفني. هنروح مع حضرتك وجمهور النادي الاهلي لاخر فاصل في البيت الكبير، ومره تانيه نكمل مع حضرتك. لا شك أن الفوز الذي حققه الأهلي على نظيره الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بملعب محمد الخامس غال وثمين، لا سيما أنه خارج الديار وأمام منافس من العيار الثقيل، لكن ذلك الانتصار رغم أهميته الكبرى وتأثيره المعنوي على الجميع لم يضمن تأهل الشياطين الحمر بعد للمباراة النهائية، لأن هناك شوطا آخر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة سيكون شاهدا على الحسم، ولأن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، فإن فيتسو موسيماني المدير الفني القدير للأهلي طالب لاعبيه بإغلاق ملف مباراة الذهاب والتركيز فقط على لقاء العودة والعمل على الفوز بها للتأهل عن جدارة واستحقاق. وعكف المدرب الجنوب إفريقي على الحديث مع لاعبيه منذ نهاية المباراة مؤكدا لهم أن الأهلي لم يتأهل بعد، وأنهم انتصروا في جولة ويتبقى جولة حاسمة في الإياب تتطلب مزيدا من الجهد والعرق، لأن كل مباراة لها ظروفها، لذلك أكد على غلق تلك الصفحة والتركيز في المباراة القادمة، ومنح الجهاز الفني لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من المغرب صباح اليوم، على أن يستأنف الفريق التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الحسم باستاد القاهرة الملقب بملعب الرعب. وبدأ بيتسو التجهيز للقاء المقبل من خلال الوقوف على آخر التطورات بشأن بعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة الذي يجري أشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة، إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها. كما يطمئن الجهاز الفني على مروان محسن حين العودة للتدريبات بعد تعرضه لإجهاد في عضلة السمانة، في حين يخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من آلام في العضلة الخلفية. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن فتحي. من خلال التقرير اللي فات دوت، في طبعا اكيد موسيماني بيقول لهم لا يعني احنا لسه ما وصلناش للنهائي، وعايز اخد راي حضرتك في التحضيرات اللي قبل المباراه بالنسبه لدخول عناصر جديده، شايفين أفشة ممكن يكون عنده مشكله، رؤيتك الفنيه بالنسبه للمباراه الثانيه ايه، وتعليق موسيماني وتحضيره للمباراه. لا موسيماني طبعا يعني اي مدير فني في الشوط الاول دايما يقول لك ان احنا كسبت الشوط الاول لسه عندي جوله ثانيه، دي حاجه واقعيه اي مدير فني بيقولها، ولكن بعد فوز على الوداد في المغرب وتيجي تقول للعيبتك كده، يعني انت النهارده بتحسس برضو لعيبتك لسه ان احنا ما وصلناش للنهائي، لا احنا عملنا شوط ولسه شوط ثاني في القاهره ان شاء الله يوم الجمعه. فدي طبعا بتبقى حاجه بتحسب للجهاز الفني، وبتحسب ايضا لمسؤولي النادي الاهلي دائما، ان النادي الاهلي زي ما قلت لك بيبقى عنده حساسيه الماتشات، النهارده ما بقاش النهارده
الفرح وزياده عن اللزوم ويخرج، لا النهارده عندي شوط تاني فعلا يوم الجمعه مع الوداد. فكل هذه الامور انا شايفها امور ايجابيه بتحس المدير الفني لعبته ان لا لسه لازم نركز ولازم نكسب المباراه القادمه ان شاء الله اللي هي يوم الجمعه القادم ان شاء الله. بالنسبه طبعا للعيبه، يمكن التقرير قال على بعض اللعيبه يمكن قفشة وكهربا ومروان في اصابات، دي حاجه دايما متوقعه من ضغط مباراه الدوري زي ما قلت لك، من برده يمكن ممكن يكون حصل احتكاك برضو زي مروان امبارح في احتكاك، يمكن برضو في لعبه كان في تاكلنج على رجليه. فكل هذه الامور بتستثمر ان انت النهارده بتدي 48 ساعه راحه للعيبه، حاجه ايجابيه يا كابتن، حاجه ايجابيه تديله يومين راحه عشان ضغط المباراه كمان بتاع الدوري، فتدي 48 ساعه والنهارده مفيش مش هتتلعب ماتشات دوري في خلال الفتره دي مش هتلعب، ودي حاجه كويسه يشكر عليها طبعا اللجنه الخماسيه. فبتدي يومين راحه، بتدي الحد والاثنين، وبتدي 3 و4 وخميس والماتش الجمعه، يعني عندك حتى لو 3 و4 النهارده الحمل كله يبقى شغال، حمل ايه؟ حمل متوسط، مفيش حمل عالي. النهارده كلها هتلاقي جوانب كلها تكتيكيه، ضربات ثابته، حاجات كلها النهارده، لان اللعيبه دلوقتي وصلت للتوب فورم، مش محتاج النهارده محتاج النهارده بعض العناصر ممكن يبقى فيه عنصر لياقه، عايزين شويه لياقه، عايزين شويه شغل على الجول جامد وحاجات من دي عشان يقف بيه في المستوى الفني والبدني. ولكن الفرقه وتشكيلها لا، انا شايف ان هو يبقى التمرين هتلاقيه زي ما قلت لك متوسط، ما فيهوش اي اجهاد على اللعيبه. فاذا كان هناك بعض الاصابات وبعض الحاجات اللي ممكن دي ممكن بقى استشفى والعلاج استشفى طبعا وعلاج ومساج والحاجات دي كلها، هتلاقي اللعيبه دي ان شاء الله كلهم كويسين ان شاء الله. عايزه اتوقف مع حضرتك عند علي معلول والاداء المهاري، خاصه هو بيسجل ضربه الجزاء اللي أداها الحقيقة بشكل مهاري جدا، وحسيت قد إيه عنده روح الفانيلا الحمراء. دايما علي بيثبت لنا انتمائه الشديد للنادي الأهلي وروح النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي فعلا متمثلة في علي معلول. هو حضرتك النهاردة لما نيجي كل الناس يعني كل جماهير مصر بقى، شو أنا بقول لك مش جماهير الأهلي بس، كل جماهير مصر، مين أحسن ظهير أيسر في مصر؟ مين بيقولوا مين؟ علي معلول. فهو النهارده اللعيب بيحس النهارده بنبض الناس ونبض الشارع المصري، احسن واحد النهارده علي معلول. فعلي معلول جه النادي الاهلي في ارتياحيه في المكان، مفيش منافسه، يعني حتى المنافسه في المكان ده هتبقى برضو ايه، يمكن احمد فتحي لعب الماتشات الاخيره لما كان علي في تونس، لعب احمد فتحي ظهير ايسر. فعلي معلول في المكان ده بيجيد تسديدات، بيجيد اوفرات حلوه جدا، بيجيد ايضا ضربات الجزاء، لان هو بيبقى عنده في اللعيب اللي بيخش على ضربات الجزاء ده الكابتن هاني يعرف ان لازم يبقى هادي، ما يبقاش النهارده عصبي، ما يبقاش النهارده متوتر. لا، علي معلول امبارح سجل ضربه الجزاء، وبعدين دي ميزه فيه ان هو باصص على احمد صبر الجول. يعني باصص النهارده اللعيب اللي بيخش يشوط ضربه الجزاء ده لازم يبص للجول، يعني شوف النهارده قبل ما احط رجلي شوف حركه الجول، لان هو شاف الجول احمد ده اتحرك شمال حطها يعني بارتياحيه. فكونه انه يحط الحته دي النهارده في ثقه، في ارتياح النهارده وهو داخل يشوط جزاء. عشان كده حتى المدير الفني موسيماني النهارده بيدي الاولويه دائما لعلي معلول في احرز ضربات الجزاء. فعلي من الناس اللي فعلا الفتره اللي فاتت كان ليها دور مؤثر جدا جدا في الشكل، مع ماتشات من مع المنتخب في الشك الهجومي، يعني في الشك الهجومي مع النادي الاهلي هايل امبارح، في الشك الدفاعي كمان هايل كويس جدا، تغطيات كويسه جدا هو محمد هاني. فطبعا ده بيبقى جزء كبير جدا من ثقة اللعيب في نفسه في الفرقة اللي بيتعامل معاها، بيتعامل مع نادي أهلي، بيتعامل مع نادي أهلي. النهاردة النادي أهلي بياخد بطولة دوري، بيشتغل على المجال الأفريقي، النهاردة بيشتغل مع الوداد. فكل هذه الأمور بتدي ارتياحية ومعنويات عالية جدا للعيب. ورجعنا لكلمة الثقة، وهاخد من كلمة الثقة نرجع لمروان محسن. لمروان محسن كمان من اللعيبة اللي استعادوا أخيرا الثقة في نفسهم خلال يمكن أربع مباريات أو ثلاث مباريات الدوري، وبدا يظهر بمستوى جيد جدا. برضو اخد راي حضرتك في مروان واستعاده الثقه مروان واعتماد النادي الاهلي عليه في الفتره اللي جايه مع بادجي، ولا ممكن جدا النادي الاهلي يكون يحتاج كمان سترايكر جديد؟ يعني برضو رؤيتك الفنيه لمركز راس الحربه متمثله في مروان بعد استعاده الثقه فيه واجاده واحراز الاهداف وكمان بادجي. هو طبعا بص، مروان يمكن مر بفتره انا كنت بعذره جدا، يعني بعذره جدا لانه كان محطوط في ضغط غير عادي. يعني معلش انا بتكلم برضو بالحقيقه، ارجو ان جماهير النادي الاهلي ما تزعلش مني، لان جماهير الاهلي ما كانتش متقبله مروان بالصوره العاليه قوي. يعني كان النهارده مروان يعني الناس بتبقى قلقه منه، ده بيضيع فرص، ده مش عارف ايه، ده ما بي ايه كلام من ده. ولكن
مروان في الفترات اللي بيلعب او فترات اللي كان بيلعب جزء من المباريات بيثبت، يعني ممكن يسجل لك جول، يعني انا فاكر مع الجوله مع الجونه لعب ماتش وسجل هدف رائع في الدقيقه 93 في مع الماتشات اللي بقى ابتدى يلعبها اساسي. لا انا شايف ان مروان ابتدى الكيرف الفني يعلى، فالنهارده بقت حتى جماهير الاهلي النهارده بقت عندها ثقه فيه. فاللعيب دايما لما بيتحط تحت ضغط ان هو ضيع فرصه سهله تلاقي الناس بتتكلم، وخصوصا راس الحربه. راس الحربه لما ضيع فرصه الناس بتتكلم عليه، يعني الناس بتقعد تتكلم ولكن هو دلوقتي انا شايف ان هو في حاله كويسه، يعني حتى في استقرار نفسي عنده. يعني هو حتى بتلاقيه حاسس لما بينزل الملعب تحس حتى في الملامح وشه ان في مرتاح، مفيش العصبيه ومش مكشر مش متضايق. لا حتى هو خارج امبارح بالرغم التغيير في ارتياحيه لانه ادى، يعني ادى ووقف امبارح كانت محطه كويسه، سدد كورتين على الجول كويسين جدا، وتحركاته بقى كويسه النهارده، بيقف على الكره كويس، بيطلع الناس كويس. كل هذه الامور يعني الكيرف الفني الحمد لله بيزيد. فمروان مع بادجي مع اجاييه ساعات بيورجو بيخش راس حربه فثلاثه موجودين، الا اذا تطلب الامر بقى المدير الفني موسيماني طلب حد كمان راس حربه. يعني في اول كلام حضرتك كنت بتعلق على ركله الجزاء الغير صحيحه للوداد، شفت حكم مباراه الاهلي والوداد امبارح ازاي؟ لا هو بصي يعني هي لا امبارح بيني وبينك يعني حكم كويس ما نقدرش نظلمه، ولكن ضربه الجزاء انا كنت شايفه ان ما فيش اي حاجه لان الشناوي راح حاولات حسبت دي رؤيه بقى حكم، يعني رؤيه حكم وبعدين راح للفار كمان، يعني الفار فما اعرفش، وده الشناوي حاطط يا دوبك طلع وركبته التاني راح. انت عارف يا كابتن كان في زاويتين، في زاويه تقول مش ضربه جزاء خالص، يعني في زاويه انا بتفرج على الماتش في زاويه هو الراجل اللي داخل في بالظبط اللي هو يعني الشناوي بيعمل تاكلينج بس ما لمسوش، هو اللي داخل في الشناوي. ده الشناوي مش تاكلينج، ده الشناوي عارف التاكلينج، هو ملمس لازم تبقى رجليه لا لا انا بتكلم رجليه ركبته مش رجليه مفروض وعامل كده وحتى رافع ايه وعمل كده. انا شايف ان ما فيهاش ضربه جزاء نهائي يعني انا استغرب لا مش ضربه جزاء، انا استغربت ان في زاويه تانية ممكن الحكم يكون خدها، بس اللي لاحظته بقى ان هو مثلا انذار بتاع ديانج انذار ديانج ده ملوش اي دعوه بالانذار نهائي، فاول عادي في نص الملعب يا كابتن ولسه يعني ولا في تاكلينج ولا فاول عادي، فمجرد ان يديله انذار ده كان انا بصراحه قلقت واطمنت ان هو بصراحه يعني بين الشوطين اتغير. بص يعني حكم امبارح والحكم النهارده كل الانذارات في حته وسط الملعب، تخيل في وسط الملعب كل الانذارات اللي اتاخدت امبارح والنهارده كلها تلاقي وسط الملعب لكن حضرتك شايف ان التحكيم يعني امبارح كان كويس والنهارده كمان كويس جدا 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 كمان. يعني الحكام بصراحه الافارقه لا ما تقدرش تقول النهارده عشان المباراه بره ومش عارف ايه بينحاز للفرقه لا الحكام فير جدا جدا ومميزين. النهارده الحكم مع برضه ماتش الرجاء والزمالك حكم فير جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني وكان في عليه جدل كبير قوي قبل المباراه بتاعت امبارح وجابوا تاريخه واتكلموا عن قضايا يمكن يعني تورط فيها ومباريات تورط فيها، بس هو يعني الناس كانت متوقعه انه يعني انه بعد احتساب ركله الجزاء للوداد مع الانذار لديانج الناس حست ان هو لا يعني متحامل شويه على فرقه النادي الاهلي. لا انا والله بجد انا يعني بقول لك لكن حضرتك شايف انه لا يعني انا شايف كان لا زي ما التحكيم كان والتحكيم النهارده خلي بالك اذا ما اثرش تاثير قوي عليك خلاص النهارده الامور بتمشي. هو النهارده كمان الحكم بيبقى فيه ارتياح مش واحد تحت ضغط جماهيري. عارفه بقى لو واحد تحت ضغط جماهيري هتلاقيه كهرب وهتلاقيه النهارده عصبي وهتلاقيه النهارده ممكن يبقى النهارده في حاجات يحسبها عشان يرضي الجماهير، ولكن ما فيش جماهير فتحس فيه ارتياحية بياخد القرار وهو النهارده خلاص ما بيهموش اي حاجه، محدش هيقدر يقول له حاجه. لا وكمان يا كابتن ونقطه برضو كمان انه دلوقتي الحكم عليه فوكس ومراقبه كبيره جدا. طبعا اولا الفار موجود، ثانيا كمان هم كانوا عاملين معسكر هنا في القاهره في القاهره والمراقبه والتقييم بناء على تقييم والاختيارات كمان كانت بتتم قبل المباراه بيوم ما بيعلنش عنها مثلا باسبوع بخمس ست بيوم
عشان برضو الناس ما يجيش بقى المسار والجدل واصل ده كلمه وده كلمه، لا ده قبل بيوم الحكم ترتيب الاوراق. طبعا الحكم بيعرف انه هيدير لقاء الاهلي والوداد، هيدير لقاء الزمالك والرجاء، فكل حكم النهارده بيبقى عارف. كابتن هاني كان بيتكلم يمكن مع كابتن، كنا بنتكلم يعني مع كابتن محمد جوده، فبيقول يعني حضور الجمهور بالذات في المغرب، يعني طبعا هو حضور صعب جدا وممكن ينقلب على الفريق لو خسران، وده فعلا يعني يمكن اللي شفناه امبارح من الوداد انه خسر المباراه. يمكن الجمهور لو كان حاضر وانقلب على الوداد كانت دي ما كانتش هتبقى في صالحه ابدا. حضرتك اتعرضت الموقف قبل كده، بتقول قابلت فرق على المستوى الافريقي، على شمال الافريقي كتير، مغرب جزائر تونس كذا، تعرضت لحاجه زي كده ان انتم مثلا كنتوا طالعين كسبانين في ماتش فالجمهور انقلب على الفريق اللي هو رايح يحضر له اصلا؟ يعني انا مثلا تجربي مع وانا ماسك الفريق الاول في الافريقي التونسي، الافريقي التونسي عملت مباراه رائعه والله العظيم يا كابتن، عملت مباراه رائعه ووصلنا ضربات الجزاء الترجيحيه، وكان شريف اكرامي اصيب وكان احمد عادل عبد المنعم كان اللي هو نزل والله، وخدت الولد على جنب في الدايره كده، وطبعا لسه طبعا موقف صعب، قلت له بص هتكسبنا هذه المباراه احمد عادل عبد المنعم، يعني لحد اليومين هذا يفتكر، قلت له هتكسبنا هذه المباراه، ونزل وقلت له خلي عندك ثقه وكسبنا هذه المباراه. ولكن الجماهير الافريقي يعني حقيقي ناس محترمه جدا والله العظيم، يا بعد المباراه شجعوا النادي الاهلي. شجعوا النادي الاهلي، وانت كنت معانا في الجزائر لو تفتكر ماتش اللي هو بتاع الوصول لكاس العالم، الماتش اللي اتعادلنا 0-0، جماهير الجزائر عملت ايه؟ شجعت منتخب مصر. ما ده اللي قلت لك عليه، شجعت منتخب، سقفت لمنتخب مصر. فكون الجماهير النهارده ممكن كابتن فتحي انت كنت بتقول لنا كده، تقول لنا لو كسبتوا الجماهير بادائكم واحنا بنلعب مثلا في المغرب او بنروح الجزائر بتبقى تشجعنا. انا بقول لك لو نقلنا نقلتين كده وجبنا فرصتين ممكن جدا الجماهير دي تقلب على فرقتها، تقلب على فرقتها، تقلب لو انت عندك استحواذ وماسكه الكوره وفي ارتياحيه، تقلب على فرقتها وتشجعك كده. احنا بعد مباراه الجزائر يمكن جماهير الجزائريه كلها شجعت منتخب مصر، الافريقي التونسي طلعت زي ما قلت لك كسبت بضربات الجزاء، شجعت النادي الاهلي وشجعت فرقه النادي الاهلي وبقت تسقف لفرقه النادي الاهلي. الله، فده ده شيء طبعا زي لو كنا بنتكلم ان سلاح، طبعا الوداد خسر سلاح وسلاح اساسي هو جماهيره، لكن كمان انا كنت بقول يا كابتن فتحي لو النادي الاهلي بيلعب وحتى لو في جماهير والنادي الاهلي بهذه السيطره وبيجيب 2-0 اعتقد كمان جماهير الوداد كانت هتشجع النادي الاهلي في وقت من الاوقات، لان ده احنا شفنا ده بنفسنا في وقت من الاوقات. يعني دايما بص الجماهير بيبقى عندها حس حلو، ما بتحس ان الفرقه بتلعب وبتسيطر وبتجيب اهداف وحتى لو في ملعب الجماهير نفسها، لا الخصم النهارده بيجيد انت بتستمتع، يعني الجمهور رايح ليه؟ يا يعني اما يشجع فريقه يا اما رايح يستمتع بالمباراه، يا اما يستمتع بمباراه النهارده فيها جوال، فيها حاجات كويسه بتتعمل، فالجماهير بتبقى سعيده. يعني بقول لك الجماهير الجزائريه في عز الوصول لكاس العالم 90 شجعت منتخب مصر، الافريقي التونسي وخرج من البطوله شجعت النادي الاهلي، يعني كل هذه الامور انا شايف تبقى امور ايجابيه من الجماهير، جماهير الخصم كانت حاجه ايجابيه، ولكن ساعات بتعود بالسلبيه على فرق، بتعود بالسلبيه بقى الاستعجال والضغط عليهم والامور دي كلها، وممكن وارد جدا تشتم لعيب، اللعيب ده خلاص خرج عن مود، خرج عن تركيز بقى خلاص، يعني مفيش الماتش الجاي كام ان شاء الله؟ يعني بصي انا يمكن اذا المدير الفني لفرقه الوداد اذا لعب بهذا الاسلوب والشغل اللي انا شفته امبارح ده، لا النادي الاهلي معلش مع احترامي طبعا للجميع، النادي الاهلي ممكن يكسب 3-4. جاهزيه لعيبه الوداد لسه مش جاهز لا فنيا ولا بدنيا، تقدري تقولي واقفين على رجلهم، واقفين على رجلهم بقى لو اشتغل على الزون ديفنس على دفاع منطقه والكلام من ده، ولكن برضه هيدي فرصه للنادي الاهلي، للنادي الاهلي يقدر من خلال الاجناب، من خلال الشغل، من خلال حاجات كتير قوي تكتيكيه، لا هيقدر النادي الاهلي خلاص كده. يعني مش عايز اقول لك الناس بتقول لك شوط تاني، ولكن النادي الاهلي المكسب 2-0 هيديله ثقه في الاداء، وهيديله ثقه كمان ان هو يقدر يحرز هدف واثنين وثلاثه هنا.
ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر. فخلينا نتكلم برضو الناحيه الفنيه شويه. تفتكر ان ممكن وجبت سيره الاجناب والاطراف بيبقى سلاح كبير جدا للنادي الاهلي في مباريات كتير، دور وليد سليمان تفتكر ان ممكن يكون وليد سليمان ليه دور في المباراه اللي جايه هنا في القاهره؟ لا بص يعني برضو عشان انا اتكلم يعني اتكلم شوف وليد 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 من اللعيبه الكويسه جدا، من اللعيبه اللي بينزل بيعمل روح داخل فرقه، من اللعيبه المتحركه، يعني لعيب متحرك تلاقيه حته الهجوميه متحرك في اليمين وفي الشمال وبيتطلب منه حسب ما تطلب منه بيشتغل يعني. وبعدين في نفس الوقت هداف يعني، ما تيجي تبص في مستوى النهارده هدافين مستوى هدافين الدوري النهارده او النادي الاهلي النهارده جايب نسبه تهديف كويسه. فوليد من اللعيبه اللي بتجيد، وليد اصبح النهارده يمكن بيمثل الحاجه النهارده اللي تقدر تحتاجها وبتلعبه، تقدر تحتاجه وبتلعبه وبيجيد بينزل يعني في وقت طبعا في وقت لعب 10 في وقت لعب طرف يمين طرف وبينزل شمال. بقى ايه يعني بينزل تحس ان هو شعله من الحركه والنشاط، لان هو طبيعه شخصيه اللعيب كده، شخصيه وليد كده، ما بيهموش انه قاعد احتياطي، ما بيهموش دي، ويهمه النهارده ان ينزل يعمل الشك اللي اتقال له عليه من المدير الفني ويبدع وممكن يسجل. فوليد من النوعيه دي. طبعا اذا كان هناك زي ما قلت لك الماتش اللي جاي وارد جدا ان ممكن يبتدي وليد، وارد. كنتش متوقع نزوله يعني خروج حسين مثلا شحات بدل احمد الشيخ كان ممكن يكون وليد سليمان ممكن يكون كان يدي لأن شويه، لان ده دايما فكر موسيماني، يعني دايما فكر موسيماني تلاقيه وليد في التغييرات نمبر 1 عنده يعني. وليد دايما في الماتشات اللي فاتت حتى تلاقي وليد نمبر 1 وهو التغيير عنده، فممكن يكون كان ليه رؤية بقى في حتة رؤية فنية مختلفة. رؤية فنية طبعا رؤية فنية. كابتن فتحي في دقيقتين كلمتك الأخيرة تحب توجهها للعيبة ولا للجمهور؟ لا أنا بصي ديها هنا وديها هنا. طيب لا يعني بصي اللعيبة خلاص، لعيبة النادي الأهلي عارفة قيمة المشوار اللي احنا فيه وقيمة الشوط الأول اللي احنا كسبناه 2-0. فإن شاء الله إن شاء الله الشوط الثاني اللي هو يوم الجمعة يسعدوا جماهير النادي الأهلي ويعملوا أداء كويس ويكسبوا مكسب كويس. الجماهير طبعا جماهير النادي الاهلي بتعشق النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي وتحب دائما النادي الاهلي يبقى فيه بطولات. فانا شايف ان جماهير الاهلي حتى بمباراه امبارح يعني الناس كلها سعيده جدا جدا، يعني حتى انا في الشارع وانا ماشي الناس كلها بتبارك لنا، بتبارك لنا بالاداء وبتبارك لنا بالنتيجه. وان شاء الله يوم الجمعه يترجم هذا تبقى فيه سعاده للجماهير وللعيبه ايضا ان شاء الله. ان شاء الله ده اللي نتمناه طبعا. ودايما كابتن فتحي دايما بنقول المعادلة الصعبة انك بتعمل اداء كويس ونتيجة حلوة، وده اللي بيفرح جماهير النادي الاهلي. صح. وحضرتك مدرب كبير وعارف لما بيكون في اداء حلو ونتيجة حلوة الفرحة بتكمل. انت ممكن تلعب مباراة وتكسب لكن الاداء مش قوي، ده كان بيحصل في وقت من الاوقات، لكن الترجمة الفعلية للمعادلة الصعبة طبعا الاداء والنتيجة. اداء والنتيجة، عشان كده بقول لك الناس مبسوطة جدا لاداء النادي الاهلي، مستحوذ النادي الاهلي، مش عايز اقول لك بنسبة يعني من ال 90 دقيقة النادي الأهلي 70 دقيقة مستحوذ، النادي الأهلي فرص ضايعة، النادي الأهلي هجومين أحسن. فكل هذه الأمور أدت ارتياحية حتى لجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية عموما. ده حقيقي يعني مزبوط. حتى الزملكاوي بالأهلاوي بيقول لك إن النادي الأهلي أدى أداء كويس وعمل نتيجة كويسة. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. أشكرك جدا. ده أنا متشكر جدا وشكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقة يوم الأحد من البيت الكبير، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على خير.